قصة خلاف سياسي حرم إفريقيا من أفضل أجيالها وأنتج جيل ذهبي تاني. في سنة 1994 فازت نيجيريا بكأس الأمم، وبعدها بسنتين الكل كان بيستعد يشوف أفضل منتخب في القارة بيدافع عن لقبه. في الوقت ده الكاف سحب البطولة من كينيا بسبب خلافات مالية، وإدى حق التنظيم للدولة اللي لسه خارجة من حرب أهلية وهي جنوب إفريقيا. لكن بسبب خلاف سياسي بين رئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا ورئيس نيجيريا ساني أباتشا، تقرر معاه نيجيريا الانسحاب من البطولة، واستغلت جنوب إفريقيا القرار ده أحسن استغلال. اتصدرت المجموعة الأولى على حساب مصر والكاميرون وأنجولا، وكسبت الجزائر في دور الستاشر، وبعدها غانا، وأخيراً تونس في النهائي، عشان تحقق جنوب إفريقيا اللقب في مشاركتها الأولى تاريخياً. وتفضل صورة نيلسون مانديلا وبيحتفل بالتتويج ولابس تيشيرت المنتخب أيقونية. بعد رحلة من الحروب والفصل العنصري استمرت لأكتر من 50 سنة، وبيكمل جيل جنوب إفريقيا الذهبي المشوار ويوصل لنهائي 1998 قدام مصر. لكن جيل الجنرال محمود الجوهري كان ليه رأي تاني وكسب 2-0.